عزيزي ولي الأمر، من أجل سلامة طفلك الرضيع ننصحك بوضع في كرسي الأطفال بعد الخروج من المستشفى مباشرة، ويكون وضع الكرسي موجه للخلف دائما، ويستمر وضعه في الكرسي بهذه الطريقة قبل ما يكمل سنة من عمره. وخلال عمر السنة إلى 3 سنوات يفضل يستمر الطفل في الكرسي الموجه للخلف، لأن هذا أكثر أمان. وفي حال تعدي طفلك الوزن والطول المسموح فإن وضع الكرسي يتغير بحيث يكون موجه للأمام. ومن خلال عمر 4 إلى 7 سنوات لا زال على الطفل البقاء في المقعد الموجه للأمام. ولما يتعدى الطول والوزن المسموح للجلوس في الكرسي ينتقل إلى المقعد المعزز، واللي يوجد فيه قاعدة جلوس مرتفعة، مع ضرورة أن يبقى في المقاعد الخلفية للسيارة. خلال الفترة العمرية من 8 إلى 12 سنة ننصحك بإبقاء الطفل في الكرسي المعزز الموجه للأمام، وإنه يكون دائماً في المقاعد الخلفية للسيارة. ولما يكون حجم الطفل كبير على المقعد المعزز وقتها ممكن ينتقل إلى استخدام الكرسي مباشرة مع ربط حزام الأمان في المقاعد الخلفية. ودمتم في حفظ الله ورعايته.